في بلادنا فما كارثة كبيرة مسكوت عليها، وهي عشرات إن لم نقل مئات العصابات اللي قاعدة تنهب في مقاطع الرمال، الرخام، الطين والحجارة. عاثوا في الأرض فساد، لا وزارة البيئة تحركت، لا المالية اتخذت إجراءات ردعية، لا البيئة دافعت على المحيط، لا التجهيز تحرك أمام التجاوزات الخطيرة والمقاطع العشوائية، لا الفلاحة فقدت الأراضي اللي قاعدة تتنهب. الكلهم في سبات عميق، وأكبر الجرائم اقترفت في منطقة بوعرقوب، في بوعرادة، في الوسلاتية، في بوشة، في القصرين، في برج حفير. مئات المليارات تنهب تذهب في جيوب البارونات، قلت تأتي من مئات الكاريرات العشوائية لتشتغل بلا تراخيص، منها اللي يمول في الأحزاب، منها اللي يشتغل ومطفين عليه الضوء لأنه عنده الوسطات والولاءات، منهم اللي عنده العلاقات مع إطارات عليا في الدولة. الكل قاعدة تشتغل، الكل قاعدة تنهب في أرض تونس، في أرض الدولة، لكن الوزارات المعنية غايبة. حبينا نستفسر شوية ونفهم الإدارة التونسية بأي طريقة تشتغل، كيفاش تعمل. بعد ريبورتاجنا على بوشة مشينا لولاية زغوان وشوفوا الرد. هنعطيك هذي تقرير مصور حول زيارة ميدانية نهار 15 فيفري. هاي في الأطراف الكل بصحة فيه. مش فيه. هو نشوف الملاحظات، المقطع في حالة نشاط رغم رفض تجديد الترخيص من طرف اللجنة الوطنية. لهنا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة بعد التنسيق مع إدارة المقاطع. هو قاعد يخدم يا مدام تاب. عملوا له محضر وحالوه. وما إدارة المقاطع جات وجاهم. باقي يخدم. هذيك الدور هي معناتها كإدارة المقاطع باش تجي تسحب الترخيص، تعد يعني اللجنة الوطنية. علاش ما تشكيوش بيها مدام؟ شو النيابة العمومية؟ شكون يشكي؟ النيابة العمومية تبعت لإدارة المقاطع باش تقدم الطلبات نتاعها. هي الولاية هنا هي الدولة. الولاية تمثل الدولة. إذا كان طرف ما يلتزمش بالقانون ويستعصي معناتها متوقف عن النشاط. هو يخدم. نهارتها نهار ها هو بالصدفة 15 فيفري متوقف. ما عندناش رجع ليه الواحد خاطر راهو ما نشدوش مقطع بركة، ندوروا على ولاية كاملة كل مرة وين نمشوا. وانا مش عندي كل شيء المقاطع، عندي حاجه اخرى. هاي صوفيه ريتا متوقف عن النشاط، عدم القيام باشغال تهيئه المساحات المستغله، عدم احترام كل شروط الاستغلال. هذه تحكي عليها الروسيه. هذه هي الروسيه. فما طرف ثاني هو اللي يستغل في الكاريير نتاعك. قلت لك راهو هذايا هو اللي قدم الرخصه نتاعو ورفضناه له وعمل اعاده نظر، وهتعطيك المحضر الجلسه، ورغم اعاده النظر رفضنا وشد مشي قابل بعث مراسلة الوزير الفلاحة يقول له كيفاش أنت معناتها منطقة بوشة اللي هي أنا تقول راهي ما يقع استغلال كونش نشاط فلاح الغادي وهاكم عاتين تراخيص في بقعة أخرى. وبالنسبة للتجهيز يقول له علاش توا أنت تبعث بالذات وتقول معناتها ما تعطوا تراخيص إلا عند الاستظهار بشهادة ملكية فردية، الورك هي مازالت ما خذاوش معناتها باعتبار لفا دخلت الغاد وهي منطقه تداخل عقاري يلزم كل واحد يقع افراده بشهاده الملكيه نتاعو. معناتها لهنا احنا بينا حتى التجهيز قلنا لهم بلي نحب نتسائلوا لهنا الوضع الفلاحي يهمكم ولا ما يهمكمش؟ اش معناتها تقول من ناحيه اسمها وزارة الفلاحة تقول لك باعتبار هي دائرة تدخل عقاري لا يمكن ممارسة سوى نشاط فلاحي، وانت تقول لي الإفراد بشهادة الملكية كأنها شهادة الملكية هي كي بريم الفلاحة، كأنها ما عندهاش قيمة الفلاحة. إذا كان أنا نستشهد بشهادة الملكية دونك مطالبين باش نعطوها ترخيص. سامحني مدام، البروجيات نتاع الدولة كما الكاريير معناتها اللي موجود غاديكا تلقى زيارة ميدانية لفانتروا مدينة الزريب معناتها مدينة الزريب. شنو فيه هذه؟ ها واش فيه؟ هذه تم هذه خرجنا خاطر فما زوز مقاطع معناتها يستغلوا في مسلك بالإضافة معناتها هذيك كانت معناتها سبب الخرجة، أما شفنا مقاطع أخرين خاطر فما تضارب في الآراء في اللجنة الجهوية، فما هو مقطع وقع الترخيص ليه من قبل
وجات حفرت وخلت وما استغلتش الموقع نتاعها الاصل. هذوما ال 14 هكتار نتاع الفلاحه اللي في بوشه اللي مقبوها ومشاو. نحكي على زريبه آه. جرادو. في جرادو. فما واحده وقعت ترخيص لها في جرادو. في بقعه ما استغلتش البقعه هذيك لهنا تقول لي دور الرقابه نقول لك ايه. مشيت استغلت في بقعه اخرى. وقت اللي خرج جيت تعرض الملف على اللجنه فما تضارب في الاراء. الفلاحه تقول لا يمكن الترخيص راهي هذيك منطقه تحجير راهي غابات. والحرس قال لي راه سبق معناتها الترخيص لها والكل والحمايه المدنيه البيئه الكل قال له راه سبق الترخيص. كي مشينا خرجنا الناس الكل باش تشوف السيتا فيريكا فعلا هي بدلت الموقع. مش عملتو مش عملنا هي عندكش اعطيني فما فراغ تشريعي راه هي استغلت ومشيت على روحي شنو تعمل لها تو اذا كان ما وقعتش المراقبه اثناء الاستغلال. توا انسان يستغل كارير اي هذاك بلا ترخيص. سامحني مدام بلا ترخيص. بالترخيص بدلت البلاصه بدلت استغلال عشوائي دور المراقبه. شكون دور المراقبه؟ الفلاحه ما مشتش ثبتت في ارضها شو اسمه البيئه اللي هي التجهيز اللي هو اصلا انا نقول لك الماليه في هذه كله نهي. الماليه اللي هي معناتها راهي هيك المراقبه متفرطه كل واحد يلزم يقوم بدوره. مش معناتها انا تحملني كاداره. انا كاداره راهو في معناتها في حاله تضارب الاراء. مش ممكن لنا احنا كاداره باش راهو كي تجينا عريضه كما هكا مواطنين نخرجوا. جتنا معناتها تجي مراسله من الوزاره ولا من اي طرف اخر تقول راه فما جينا عريضه حتى مجهولة المصدر نخرجوا لها نثبتوا. باهي انا نحب نثبت في معتبر كسيد ياسر المزدا. كي نجي انا نخرج مواطن نلقى كارير معناتها 700 ولا 800 متر مربع وقع سرقه الرمال نتاعها ولا الجرافي نتاعها ولا الحجر نتاعها وهزوها ونعرف شكون اللي استغل. شكون يتبعوا بالقانون باش يدفع الفلوس نتاع البلاصه هذيك يرجعها للدوله؟ نبعثوا للماليه نبعثوا للاسمه المركز الجهوي للاداءات. باهي يرحم والديك يا مدام. بربي اعطيني في العامين الاخرانيين في ولايه زغوان قديش بعثتوا من مر؟ حتى واحد ما جا. علاش ما بدرتش انت بصفه شخصيه خرجت ولقيت تجاوزات وما بعثتش للماليه وقلت لهم وينك؟ مش مولاتي. دوره شكون؟ فما قلت لي دورك انت تو. لا قلت لي احنا نبعثوا للماليه. نبعثوا وقت اللي تجينا عريضه. وقت اللي تجينا عريضه. ما جاتكش عريضه انت خرجت وعينت. نخرج ونعينها خرجوا عينها. لا لا سامحني احنا كي نخرجوا ونعينوها ونعينوا لهنا كون الاستغلال اكثر من اللي هو مسموح به وقتها تقع المراسل نبعث ولا الاداءات. انا نوري لك اللي الكاريريت اللي شفناهم واللي صورناهم الكل صار استغلال اكثر من المرخص فيه والاكثر والادهى والامر انهم يستغلوا بلاش تراخيص. يعني السيد هذاك كي سرق الدوله كي سرقني انا في ترابي بلادي انت شكيت شبيه للماليه؟ قلت لهم مشيو عملوا له ريدريسمون فيسكال. قلت لهم مشي برا شوفوه وين الفلوس هذيك الالاف الكمين اللي قاعده خارجه من عند شكون خارجه؟ خارجه من الكارير. الكارير لازم يكون عنده فاتوره. ما عملش الفوتره هو اللي الفاتوره يزيدوا يعملوا ما عملش وين الفاتوره؟ ينجم يعمل. سامحني ما عملش هو ما فماش. انا نقول لك ما فماش وقفوه في الطريق. ما وقفوش في الطريق ثاني هو مشى الكاميون ما نعرفوش. لكن انا الحفره اللي استغلوه قعدت عندي وبالقانون نحسب لك بالمترو قداش استغليت. وينك انت كسلطه جهويه باش تراقب؟ فما سلطه جهويه بليش حد يوصل ماكش انت مانيش انا مسكينه انا عندي صلاحيات ما تجاوزهاش. انا عندي دوري نخرج مع اللجنه فما اخلالات يقع رفعها مراسلات نبعثوها نتبعوا المراسلات هذيك نعاودوا نخرجوا باش نثبتوا بدل استجابه في رفع الاخلالات وكهو. فما ناس محميه والله ما نعرفش. فما ناس تستغل وتعمل اللي تحب وحد ما ينجم يعمل لها حاجه؟ سؤال سيد ما خاطر ما نتهمش انا بالفارغ. يلزم عندك دليل. عندك دليل؟ دليل عندك اكثر من دليل نتاع جبل ذاب
عندك دليل اكثر من اللي فما 1000 متر مربع و2000 و3000 متر مربع نتاع رمال بعمق 200 متر و220 متر و... انت راك تو تحبني في حتى حد معناتها مخزن لا اللجنه هي تاخذ القرار اللجنه هي تاخذ القرار راهي مش عندي وسيله انا حتى مانيش مقرر نتاعي حتى في التركيبه التركيبه القانونيه نتاع اللجنه مانيش مقرر التجهيز هي المقرر سؤال شخصي تفضل يوجع قلبك على بلادك ما يوجعنيش يوجعني انا بنت تونس راهو مش لي بنت معناتها الجزائر ولا ليبيا تونسيه وتغيرني على بلادي ما عندي صلاحيات ما نتجاوزهاش يعطيك الصحه مدام يعيشك احرجناك لا لا ما مش انت بركة الوحيده تتحمل المسؤوليه الاطراف الكل الاطراف كلها كلنا دورنا معناتها كل واحد من جانبه يخدم معناتها نحن نخدموا في صالح تونس وتونس تهم الناس كل وكل واحد يلزم يخدم الجانب بتاعه تونس تهم الناس الكل لكن الأسوأ هو المركزي نقولوها ونحملوهم المسؤولية زادة هما لأنه مش قاعدين يخرجوا للتيران وباش نعاود ونرجع إلى موضوع رخصة أسندت من المقاطع والمناجم تاع وزارة الصناعة هي محل تتبع قضائي توا في زغوان وصار معناتها قرار غلق من بلدية المكان ووقع إحالتها على القضاء والقضاء اتخذ فيها قرار بالتريث لإجراء الاختبارات اللازمة ثم يقع الفصل فيه عوض الانتظار والتريث اللي حكى عليه القضاء على المستوى المركزي وقع تمديد الرخصة بخمس سنوات بالتمام والكمال زعم عليش هل هي محاباة هل أن القضاء ما عندوش كلمته هل هذا تدخل سافر في القضاء أم أن الناس النافذة اللي هي تحكم بحكامها واللي من أجلهم طيروا بعض المسؤولين هنا قبل وحلوا ملفات نتاعهم ما زالوا هما بيدهم يحكموا وما زالت الأمور كما هي عليه في السابق الحقيقة موضوع الكاريريت موضوع صعيب برشا ولكن الأهم من هذا كل أنا قلته منذ بداية الحصة وهي مسألة المالية القبضات اللي مش قاعدة معناتها تقوم بالدور المهم نتاعها وهو أنه كل من يحفر حفرة لازم يدفع الثمن نتاعها كل من يتحرك بكميون لازم يدفع التفيال للدولة وإلا هي دولة التسيب والخراب.